حديقة براغ أو كما أصبحت تسمى اليوم بحديقة عمر الزاهي، هذا المتنفس الذي أعيد ترميمه اليوم بهدف توفير أماكن للراحة والترفيه في وسط الأحياء الشعبية المكتظة بالعاصمة. راهي ما شاء الله يا أخو، إن شاء الله بربي يخلوها لنا هكذا نقيق يا أخو، باسكو كيما حنا دو كبار هكذا شوية هكذا يا واحد اللي ما يحملش كيما نقولوا بار اكزومبل يريح في الحومة هكذا يا ولا في الحي ديالو، عبالك تعرف الأحياء ديالنا هنا شعبية ما تقدرش تنوض صباح ربي تريح في الحومة. عند جنينة حنا ولاد حومتها حضرنا عليها قد ما يلزم افيك لي موايان دو بور، دونك الحمد لله أنا فيغ بيتر كومباري ا نيمبور كال جاردان دوروب. الحديقة شاهدة على سنوات كانت تلهم أيقونة الفن الشعبي عمر الزاهي اللحن والكلمات في أحد زواياها، لتلقى مبادرة تسميتها بهذا الفنان استحسانا لدى بعض سكان الحي الشعبي رونفالي بباب الواد. اون تري كونتون باسكو سي اون انيشياتيف اكسترا اوردينار، غير يخرج من دارو يجي لهنا، هو سي ان تيب لي يحب لا سوليتود. سمعت داروا البيش تاع المرحوم عمر الزاهي، هذا عمر الزاهي وليد حومتي وانا زايد معاه حي في هذه الحومه تاع رونفالي هذيا، هبط شفت فرحت كي قلت سمعت به، قلت شوف يعني الانسان ديجا كان محبوب وكان كريم. تبقى مثل هذه الحدائق التي تحمل اسماء رموز فنيه محليه هي الاقرب لقلوب سكان هذه الاحياء، خاصه وانها تبعث الراحه لكل قاصد لها.